هذا القانون أوقف ولم يلغى. طبعا الوقفة هذه كانت للدراسة وللبحث ومراجعة جميع السلبيات اللي كانت موجودة. والقانون ما هو جديد، سواء عندنا في الكويت أو في دول كثيرة من العالم قانون التجنيد الإلزامي يطبق. احنا أول شيء بعد ذي بدء تغير المسمى من التجنيد الإلزامي إلى الخدمة الوطنية العسكرية، لأن الإنسان بطبيعة الحال ينفر من أي إلزام. يعني الآن التالي. اسمه الخدمة الوطنية العسكرية. الخدمة الوطنية العسكرية سابقا كان التجنيد الإلزامي. التجنيد الإلزامي ففيها إلزام مو حلوة، ثقيلة على النفس. نعم. فإحنا أيضا مع التطور الحاصل في العالم ومع التغيرات والأحداث، رأت الدولة مثل ما قلنا إعادة تفعيل قانون الخدمة الوطنية، وسمي قانون الخدمة الوطنية العسكرية رغبة في تشجيع الشباب للالتحاق للتسجيل في الخدمة الوطنية، وهذا أمر طبيعي مثل ما قلنا. على هالأساس والحمد لله تفضل سيدي حضرة صاحب السمو أمير براد مفدى قائد على القوات المسلحة الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باعتماد القانون 20 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة الوطنية العسكرية. فالقانون عالج جميع السلبيات القديمة، وإن شاء الله نكون تحاشيناها وتفاديناها بما يناسب أيضا الشباب ومتطلبات الشباب والأوضاع المحلية والإقليمية. ومثل ما نلاحظ اليوم مو بس إحنا، إخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقوا القانون الحمد لله، ونفس القانون وبنجاح كبير. تقريبا 6 أو 7 دفعات الآن بدأوا مثلنا من سنة 18. أبناء دولة الإمارات الشقيقة ما شاء الله شباب دشتهم الغيرة وصاروا لي 35 طالبوا بالإضافة. النساء أيضا طالبوا ودشوا. الإخوان أيضا في دولة قطر الشقيقة بلشوا في القانون والآن في مرحلة تطوير. يعني دول الخليج بدأت بالقانون. بدأت نعم في القانون وطبقوا وتقريبا 90% نفس قانوننا. فعلى هالأساس هذا تم إعادة القانون بعد الدراسة والبحث، وإن شاء الله يتم تطبيقه بما يتناسب إن شاء الله ويا شبابنا إن شاء الله.